لقاء جديد يجمعنا بكم وبرنامج صدى الأقلام، حيث نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف المحلية والعربية والدولية، ونبدأ بعد الفاصل. أهلا بكم. البداية من موقع صوت العراق، ونقرأ مقالا بعنوان العراق يسير نحو الهاوية والحكومة تتفرج، للكاتب حميد الكفائي، حيث يقول يمارس سياسة العراق خطابا في الحضيض، خصوصا في السنوات العشرين الماضية، فصار يخاطب المشاعر الطائفية والمناطقية والعنصرية، واعتمد على استفزاز العصبيات وتهييج الخلافات التاريخية والسياسية والدينية التي دارت في غياهب التاريخ. المتخيل منه والحقيقي والعراق من الدول التي تقودها جماعات سياسية جاهلة أو حالمة أو غير كفوءة، تعتمد تضليل الجماهير كأساس للحكم والبقاء، أو تتوهم بأن لديها القدرات الخارقة لتغيير العالم وإلحاق الهزيمة بالدول العظمى، فإن مصيرها التراجع والتخلف عن ركب العالم. الأسوأ من ذلك جلب المآسي المتكررة على شعوبها المبتلى بطبقات سياسية فاشلة وثقافة لا تصلح للعالم المعاصر. السلاح الذي ترهب به الآخرين حالياً سوف يستقطب سلاحاً مضاداً، ما يحول العراق إلى ساحة حرب، وهذا يحصل حالياً بدرجة ما. فهذه الجماعات تشتبك فيما بينها كما حصل في البصرة قبل أيام، وتغتال قادة وناشطي بعضها بعضا، ولكن الحرب المحتملة ستكون أخطر وأكثر تدميرا إن تمكنت هذه الجماعات من تنفيذ أجندتها. حكومة السوداني الوديعة مطالبة بترك موقفها المتفرج الحالي والتظاهر بأن كل شيء طبيعي، وأنها تركز على القضايا المهمة كالإعمار وتقديم الخدمات. الأمور ليست طبيعية في العراق، وإن هي خرجت عن السيطرة ويبدو أنها على وشك أن تفعل، فإن إعادتها إلى الوضع الطبيعي لن تكون سهلة أو حتى ممكنة، خصوصا إذا ما اتخذت الدول الغربية مواقف معادية للعراق أو قاطعته أو فرضت عليه عقوبات. يتحدث العديد من الاقتصاديين في العراق عن خطورة ما يسمونه بسوق الظل وعلاقاتها بعودة ارتفاع السلع والبضائع، خاصة خلال هذه الفترة التي ما زالت تشهد أزمة في ارتفاع أسعار الدولار أمام الدينار العراقي. ويرى اقتصاديون بحسب موقع ألترا عراق أن العوائد المتحققة من أسواق الظل تذهب بشكل مباشر إلى عمليات غسيل الأموال. أسواق الظل تعد من المسببات الرئيسة لارتفاع الأسعار، فالعوائد المتحققة من هذه الأسواق مثل تجارة المخدرات والكحول تذهب بشكل مباشر إلى عمليات غسيل الأموال، بحيث تتحول معظم هذه الأموال إلى عقارات بمختلف أنواعها، أو تتحول إلى عملات أجنبية أخرى مثل الدولار، مسببة الارتفاع في سعر الصرف. وهذا الارتفاع في الأسعار ناتج عن غسيل الأموال الذي سوف يقود إلى ارتفاع في أسعار سلع أخرى بديلة أو مكملة للسلعة التي يرتفع ثمنها، وبالتالي هي تحدث إرباكاً في مستوى أسعار السوق بشكل عام يؤثر على الطبقات الهشة في المجتمع. وحدوث التفاؤلات مرتبط بالواقع السياسي والإقليمي والتوترات ما بين الجماعات المسلحة والقواعد الأمريكية في العراق على سبيل المثال، فهي تعد أحد أسباب تقلبات سعر صرف الدولار. في المقابل، فإن بعض التجار في الأسواق العراقية يقومون برفع قيمة السلع وبيعها بأسعار سوق الظل بدلاً من البيع بالسعر الرسمي المعتمد من قبل البنك المركزي العراقي. ومن موقع قناة الرافدين نقرأ مقالاً بعنوان هل يسقط العرب في الفخ الأمريكي مجدداً، للكاتب طلعت رميح، ويتناول في ذلك دار وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين على العواصم العربية وبطبيعة الحال الكيان الصهيوني للترويج لخطة أمريكية جرى رسمها تحت عنوان اليوم التالي في غزة،
وخلال تحركاته أطلق تصريحات حول الدولة الفلسطينية المستقلة، وألمح وصرح بموقف أمريكي يشدد على دخول المساعدات إلى غزة وعلى تغيير نمط العملية العسكرية الصهيونية لتقليل القتل والمجازر تحت عنوان تحول العمل العسكري لما يسمى بالعمليات الجراحية الدقيقة بديلا للقتل والتدمير الشامل، وهو ما بات يطلق عليه المرحلة الثالثة من الحرب. يتساءل الكاتب، فماذا يفعل بلينكين بالدقة؟ وهل يسقط العرب في الفخ الأمريكي مجددا؟ ما يسعى إليه بلينكين هو تحقيق هدفين استراتيجيين، أولهما الانتقال من مرحلة غزة تقودها المقاومة التي تدافع عن الشعب وتراكم عوامل القوة لتحرير فلسطين، إلى مرحلة غزة بلا مقاومة وتحت حكم مسيطر عليه أمريكيا وصهيونيا، ويتمدد الأمر من بعد إلى إخضاع الشعب الفلسطيني للمخطط المرسوم بتهجيره من غزة أولاً والضفة ثانياً، وهذه المرة بالطرق الملتوية بعد فشل محاولة التهجير المباشر والفوري عبر كسر إرادة الإنسان الفلسطيني في غزة تحت أهوال القتل والتشريد والجوع والعطش، والثاني إخراج الغرب من مأزقه الاستراتيجي إذ تتشتت قدرته بين حربين، حرب أوكرانيا وحرب غزة، كما هو واقع تحت تهديد خطر توسع الحرب على غزة أو اندلاع حرب في منطقة أخرى من العالم. فهل ينخدع العرب مجدداً؟ أو هل يسايرون اللعبة الأمريكية الجديدة؟ هل هناك من سيقبل المساعدة لخطة إنقاذ الغرب ومحاولته إعادة التوازن لخطط صراعاته الدولية؟ وفي خطة إنقاذ الجيش الصهيوني من الهزيمة؟ وفي خطة التهجير الناعم المبني على الإبادة التي جرت وتجري؟ نشرت صحيفة نيويورك تايمز مقالا للمشاركة في صفحة الرأي ميغان كيستاك بعنوان لا تحرف النظر عن اتهامات الإبادة الجماعية ضد إسرائيل. وعملت ستاك مراسلة شؤون الشرق الأوسط بصحيفة لوس أنجلوس تايمز، حيث قالت التزمت إدارة بايدن في مسألة ما إن ارتكبت إسرائيل إبادة جماعية والمقدمة لمحكمة العدل الدولية بنبرة رافضة وبطريقة عفوية، وكانت عبارة عديمة القيمة هي الصيغة التي يبدو أن المسؤولين الأمريكيين اتفقوا عليها، يعطي الموقف اللامبالي للمسؤولين الأمريكيين بالقضية المرفوعة ضد إسرائيل صورة عن ثقل السذاجة الأمريكية. كبار القادة السياسيين والعسكريين الإسرائيليين ساعدوا على تقوية حالة الاتهام ضد حكومتهم، وتم عرض كلمات المسؤولين الإسرائيليين في الوثيقة كدليل على نية الإبادة، من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي حث الإسرائيليين على تذكر العهد القديم وقصة مذبحة العماليق، لا تتركوا أحداً واقتلوا الرجال والنساء على حد سواء والمواليد الجدد والرضع، إلى وزير الدفاع يواف جالنت الذي أقسم بأن غزة لن تعود لما كانت عليه وأنه سيمحو كل شيء، ووزير الطاقة والبنى التحتية الذي تعهد بأن أهل غزة لن يحصلوا ولو على نقطة ماء أو بطارية بسيطة حتى يغادروا هذا العالم. ومن خلال الإعلان عن تدمير غزة وتشريد سكانها فقد نشروا ما كان منكراً أو مخفياً في حالات إبادة جماعية أخرى. ولو تم التوصل إلى أن العنف في غزة هو إبادة جماعية فقد تواجه الولايات المتحدة تهمة التواطؤ بالجريمة، وفي ضوء تأثير الولايات المتحدة في المجتمع الدولي فإن التداعيات قد تكون صغيرة، لكن يجب على الأمريكيين فهم أن حكومتهم متورطة في الجريمة. ومن صحيفة الشرق الأوسط نقرأ مقالا بعنوان أحفاد مانديلا يقاضون الإجرام.
منذ نحو شهرين كتبت باحثة أمريكية أن الإسرائيليين سوف يخرجون من غزة كما خرجوا من لبنان عام 1982. صحيح أن الدمار والقتل والخراب أكبر بنسبة لا يمكن تخيلها، لكنها لن تفيد الإسرائيليين شيئا، وسوف يبحث نتنياهو عن مكان إلى جانب شارون، اثنان قادمان من الهولوكوست النازي يصنعان الهولوكوست الإسرائيلي. وتواصل محكمة العدل الدولية النظر في شكوى تقدمت بها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية في غزة. تقع الشكوى النبيلة في 84 صفحة مفصلة. معروف أن أكثر ما تخشى إسرائيل هو الإدانات الدولية، وعندما انفجر السيارة في إيل حبيقة قيل إن إسرائيل وراء الاغتيال، لأنه كان على وشك أن يدلي بشهادته عن دور إريال شارون في مجزرة صبرا وشاتيلا أمام محكمة دولية في بلجيكا. بينما يعلن وزير خارجية جو بايدن أن ما تقوم به إسرائيل في غزة لا يرقى إلى مستوى جرائم الإبادة، وتعلن وزيرة خارجية ألمانيا أن على إسرائيل أن تقوم بعمليات أقل حدة في غزة، تتقدم دولة شجاعة مثل جنوب إفريقيا بدعواها ضد إسرائيل متحدية كل الضغوط، ولهذه الدعوة رمزيتها الخاصة، لأن جنوب أفريقيا كانت آخر دول الأبارتايد، أي الفصل العنصري في العالم، قبل أن تصبح دولة الإنساني الملهم نيلسون مانديلا، ورمز النهايات المستحقة لدول الظلم والتعسف والاضطهاد. مواجهة الاعتداء الإسرائيلي المتصاعد منذ عام 1948 ليس في الجبهة العسكرية فقط، إنها أيضاً في جبهة القانون والإنسان والأعراف البشرية، وعلى إسرائيل أن تتذكر دائماً المجازر التي تركتها خلفها، وعليها أن تتذكر أيضاً أنها قتلت بالرصاص والسم ياسر عرفات وإسحاق رابين. الرسوم الكاريكاتورية لها أسلوبها الخاص في وصف الأحداث حول العالم. بلا جدران تقيهم حر الصيف وبرد الشتاء، أخرجوا من ديارهم غائبون لا صوت لهم، وبلدهم يطفو على بحر من النفط، تصارع أكفهم قسوة الحياة، هدموا كل ما هو جميل وأساءوا لحاضرة الدنيا حتى استغاث منهم تراب الرافدين. لكن أحفاد ثورة العشرين سيكسرون القيد ويبذلون المهجة ويعيدون الحياة. لن تكتم الأفواه ولن تحبس الألسن، فنحن صوتكم. في خطوة تعد بمثابة قفزة في عالم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، أعلنت شركة أوبن أي آي الرائدة في مجال تطوير الذكاء الاصطناعي إطلاق متجر جي بي تي. يأتي هذا الإعلان تتويجا لجهود الشركة المستمرة في تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة وتوفيرها للجمهور. كانت أوبن أي آي قد أعلنت عن خططها لإطلاق المتجر في نوفمبر تشرين الثاني من عام 2023، ومنذ ذلك الحين تمكن عملاء الشركة من إنشاء أكثر من 3 ملايين نسخة معدلة من روبوت تشات جي بي تي،
هذه الروبوتات التي تم تطويرها بواسطة المستخدمين والمطورين أصبحت الآن متاحة في متجر GPT الجديد بشكل رسمي. يتاح المتجر حاليا لمشتركي خطط شات GPT بلس بالإضافة إلى عملاء، ويمكن المؤسسات والفرق الوصول إلى المتجر من داخل التطبيق أو عبر الموقع الرسمي للشركة. ومع ذلك لا يتوفر المتجر في الوقت الحالي لمستخدمي الإصدار المجاني من شات GPT. نتابع فيديو اليوم الذي اخترناه لكم من مواقع الصحف. كنا في الظلمة، قصفوا الدار علينا أول شيء، وقصفوا دار جيراننا موت 16 نفر، شردنا من غير أواعي من غير فراش، وجينا وين؟ جينا على المصر، تحت الوكالة، من الوكالة قصفوا علينا برضو، قالوا لنا دار البلح صلاح الدين صلاح الدين، جينا على دار البلح صلاح الدين، قصفوا صلاح الدين باللي فيه، قالوا وين؟ قالوا عرفة. جينا عرفة، هايين بقولوا هذه دفرة صح، وين بدنا نروح؟ احنا الوضع عنا تعبان. احنا جينا هنا على حدود مصر نقعد هنا، مش مستنيين انهم يفتحوا لنا المصريين، بدناش نروح على مصر، احنا قاعدين هنا قاعدين هنا، بدنا مكان امن، بدنا نقعد نتحامى احنا واولادنا هنا، ونكود حدود مصر امن نقعد هنا، وهي موتي وحده مش طالعين، حتى لو خش اليهود لو صار مهما صار احنا ناصبين خيمنا وقاعدين خلص، لوين بدنا نرحل؟ وين ضايل الروح؟ خلص حسبنا الله ونعم الوكيل. اجى الجيش ودخل معبر دلفي، مش خايفين احنا ولا عاملين حساب الا غير رب العالمين، وبعدين مش وين بدنا نروح اكثر من هيك؟ هاي اخر شيء، حدودنا وحدود مصر، وين بدنا نروح؟ يا برجعونا على الشمال مطرح ما كنا، يا بسبونا في حالنا، بكفي تهجير. نلقاكم بإذن الله.